ايه الماستر سين في وسط كل الاعمال اللي انت عملتها؟ والحقيقة انك عندك ماستر سينز كتير، وبدأت الحلقة بعبد الستار في دم الغزال، وده في يعني كذا ماستر سين، ويمكن فينالة الفيلم كمان للرحيل وحيد حامد. لكن صلاح عبد الله هو حاسس ايه المشهد الماستر سين بالنسبة لك اللي وانت بتتفرج على نفسك حسيت انه هو ده؟ في كتير يا دنيا، بس انا هقول لك حاجه عشان عمرو الليثي بقى الحقيقه يعني انت عارف واحد من الناس ده للخير طبعا، وهو على طول الحقيقه بيعمل للخير، ومن ضمن الحاجات دي العشوائيات. تخيل انت عملت كتير موضوع العشوائيات. فعشان كده من المساتر اللي انا بحبها قوي وانا بكلم يسرى عن الفرق بيننا وبينكم، يعني إن احنا عالم غير عالمكم، احنا مش عارف ايه، وبيقعد يحكي لها منولوج طويل قوي عن عالم العشوائيات. طبعا ده كلام بقى وحيد حامد بقى، ده المشاهد اللي بحبها قوي وليه ذكرى فظيعه معايا، لان انا روح اليوم ده بالذات كان اول يوم تصوير في الفيلم، وكنت مطبق بالمشهد مش ده. شادي مع ماجد الكدواني في كباريه، اما بقول له الجمله الشهيره اللي قالها لاحمد عبد الله اثناء التصوير على فكره، الحقيقه مش بتاعتي، انت نجست لي كباريه؟ اسامحك ازاي بعد ما نجست لي الكباريه؟ جمله خطيره، وفؤاد حامد صاحب الكباريه مقتنع بيها جدا، لانه بيتعامل مع الكباريه اللي هو كباريه ده ان ده العمل، ده عمله اللي ورثه عن ابوه، لازم يحافظ على نجاحه وكده. بص فيها فلسفه جباره. لا وكباريه من اهم ادوارك طبعا. ده حقيقي، التناقض الشديد في الشخصيه، وانك انت تعاملت معاها بالتناقض على انها شخصيه سويه، ده اصعب حاجه. أيوه على الفنان. ايوه يعني اظنك تعبت بعد الدور ده. انا كان ليا اصحاب، ولا احنا كده يا صلاح؟ بص شخصيه واد حامد لا موجوده، وكان ليا اصحاب شفتها عندهم طبعا، اصحاب ملاهي ليليه وكده، ما بيشربوش سيجار. ما بيشربوش سيجار. اول يوم تصوير انا كنت متفق مع احمد عبد الله وسامع عبد العزيز المخرج طبعا جامد قوي، يعني ان الراجل ده المكتب، هم كانوا عاملين المكتب في الدور الثاني، المكتب بتاعه ما يبقاش فيه بقى لا خابر ولا الكلام ده، فيه ايه بقى؟ عصاير ولبن وحاجات زي كده. فهم بيفرشوا الاكسسوار، بيفرشوا ايه؟ كباريه فقاموا حاطين. فروحت لقيت انا زعلت، ندهت احمد السبكي ربنا يبارك له يا رب في صحته، قلت له يا حاج انا مش هشتغل. قال لي في ايه؟ وده ما بيهزرش، ده بتاع شغل على طول. قلت له لا، انا طالب كذا وكذا، واحمد عبد الله واقف وسامع. فبصوا كده قالوا خلاص هصور. كل ده اتشال ورجع، لان اتفقت معاهم انا كممثل، حسيت ان الراجل ده ما بيشربش. فؤاد حامد مراته محجبه كمان، ده كان طالع عمره، بالظبط. وفي جمله فظيعه برضو من الجمله الفظيعه ده، وجبنا السيره برضو، انت بتقول اللي ايه المساتر يعني. اما بقول له عارف يا صالح لمحمد الصاوي، العمره اللي بعملها كل سنه دي بتغسلني. الجملتين دول طبعا الميديا شغاله بيهم نار نار.